هلا هذا كمان فيديو قصير بدنا نستعمله كمرجع لفيديوهات جاي لقدام، بدنا نفرجي فيه قديش تأثير الأكل السيء والعاطفة قديش بتأثر على طاقة الإنسان. هلا الفيديو اللي عم بتشوفوه قدامكم هو نتيجة أبحاث لعالمة اسمها فاليري هانت، عملته بالستينات وبالسبعينات. تخيلوا يعني بالستينات وبالسبعينات قدرت تركب كاميرا من خلالها بتقدر تصور طاقة الإنسان هو عم بيعمل شغلات مختلفة. فبالفيديو اللي موجود قدامكم عم بتشوفوا واحد عم بياكل أكل فاست فود عادي، وعم بتشوفوا كيف هلا مبين إحنا في عنا في زي هالة هيك بردانية تقريبا موجودة حوالين هذا الشخص اللي قاعد عم بياكل، والهالة مش كتير كبيرة. وهلا حتشوفوا الفرق لما يكون الواحد عم بياكل أكل حي خضار وفواكه، شوفوا الفرق بالطاقة شو اللي عم بيصير. يعني مثل ما انتو شايفين الهالة اللي موجودة حوالين الشخص قديش صارت كبيرة بمجرد انه عم بياكل اكل حي، لانه الاكل الحي مشحون بطاقة موجودة فيه. هذا بفرجينا قديش اهمية الاكل الني اللي احنا بناكله، لانه الحياة بتكون موجودة لازالت موجودة فيه، وقديش اهمية مثل ما بنقول دايما انه يكون على الاقل 80% من اكلنا كلياته ني. هلا حنشوف كمان شو تأثير العاطفة على المجال الحيوي تبع الإنسان. وبنحكي دايما إنه العاطفة هي أقوى إشي ممكن يأثر في صحة الإنسان، لأنه هي يعني الرابط الرئيسي اللي بيأثر في الطاقة الحيوية تاعت البني آدم. عم بتشوفوا بالفيديو اللي موجود قدامكم واحدة قاعدة، وواضح إنها قاعدة في وضعية يعني إنه مثل اليوغا، وضعية صلاة أو وضعية مديتيشن أو شو مكان. وشوفوا هلا لما إجا الطفل شو الاختلاف اللي صار على الطاقة. بس اللي أحلى من هيك شوفوا هلا بس تبلش تصلي شو الاختلاف اللي بيصير. شوف الطاقة قديش قوية، وهلا مجرد ما بلشت تصلي من كتر ما الطاقة صارت قوية الشاشة تقريبا صارت بيضة. هذا بفرجينا قديش دور النفسية أساسي في التأثير على صحة البني آدم، وليش دائما في أشخاص بتكون نفسيتهم قوية ما شاء الله بيطيبوا، وفي ناس مع إنهم بيعملوا كل إشي صح نظريا طبعا لأنه نفسيتهم تكون سلبية ويكون في عندهم خوف وما بيكون في عندهم إيمان بالإشي اللي قاعدين عم بيعملوا فيه، فما بتنجح معهم العملية. وشكرا للي عم بسمع، ومنشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.